أجواء مستقرة في المملكة مع فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار في بعض المناطق، والمزيد عن توقعات الحالة الجوية في اليوم الوطني بعد هذا الفاصل. نبدأ النشرة الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع بتوقعات الأحوال الجوية يوم الأحد، إذ يتوقع أن تستقر الأجواء في كامل ومختلف مناطق المملكة، وتكون درجات الحرارة تقريبا حوالي 40 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 41 درجة مئوية في الدمام، و36 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، و38 درجة مئوية في المناطق الشمالية الغربية. تكون 35 درجة مئوية في مدينة جدة مع نشاط في سرعة الرياح وفرص لأمطار رعدية محدودة في ساعات ما بعد الظهر فوق أقصى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون العظمى في تلك المرتفعات العالية 29 درجة مئوية في ساعات النهار. يوم الاثنين لا تغييرات شاملة على الحالة الجوية، تبقى الأجواء متشابهة في كافة ومختلف مناطق المملكة، ربما بعض الانخفاض الطفيف على درجات الحرارة في بعض الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة، وهناك فرصة لأن تشهد مناطق شرق المملكة، مناطق الربع الخالي، بعض من التكونات الرعدية الممطرة مع ساعات العصر والمساء بمشيئة الله تعالى. يوم الثلاثاء أيضا لا تغيير شامل على الحالة الجوية، تبقى الأجواء مشابهة في كافة المناطق، لكن تشهد مثلا مدينة جدة ارتفاعا قليلا على درجات الحرارة تصل إلى 37 درجة مئوية في ساعات النهار. تبقى فرص الأمطار الرعدية قائمة لكن بشكل محدود وخاصة فوق أقصى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى، وتكون درجة حرارة مثلا في العاصمة الرياض 39 درجة مئوية. يوم الأربعاء يتصادف ذلك اليوم مع بدء الاعتدال الخريفي الذي يحدث في ساعات الليل في الساعة 10:21 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويدخل نصف الكرة الشمالي في فصل الخريف بشكل رسمي، وتكون الأجواء في ذلك اليوم أجواء مشمسة في مناطق عدة من المملكة، درجة حرارة 39 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 36 درجة مئوية في جدة مثلا، في تبوك 39، وفي الدمام 40 درجة مئوية، والأجواء مستقرة. تبقى فرص الأمطار الرعدية حاضرة بشكل محدود وخجول فوق جبال جنوب غربي المملكة. أما بالنسبة لتوقعات اليوم الوطني يوم الخميس، من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون أجواء مناسبة في مناطق عديدة، وأيضا لحضور ومشاهدة العروض الجوية المختلفة في المملكة، وأيضا بعض السحب الغيوم فقط محصورة في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة. تصل في العاصمة الرياض درجة حرارة 39 درجة مئوية في ساعات النهار، 38 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، 36 درجة مئوية في تبوك، والأجواء مشمسة وصافية. بعض السحب الخفيفة في مدينة جدة 35 درجة مئوية في ساعات النهار، و40 درجة مئوية في المنطقة الشرقية والدمام، وفرص أمطار رعدية محدودة في جبال جنوب غرب المملكة، ودرجة حرارة العظمى 26 درجة مئوية في ساعات النهار. يوم الجمعة ترتفع قليلا درجات الحرارة تصل إلى 41 درجة مئوية في العاصمة الرياض، والأجواء بشكل عام تكون مستقرة، 35 درجة مئوية مثلا في منطقة جدة، و28 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، مع فرص لأمطار رعدية تبقى محدودة بشكل عام. كل عام وأنتم بألف خير. هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.